السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الله سمارت من قلب العاصمه ايه موسكو. احنا متجمدين يا جدعان، على زي ما انتم شايفين شويه مطر كده، حاجات بسيطه وشويه تسكت والهواء جديد. تحب تقول يا كابتن بدر الجو ده والامطار الغزيره والاجواء الشتويه الرهيبه؟ انا طبعا ما يفوتنيش حاجه زي كده، فراخ شيش طاووق، رز بسمتي، وجرب قبل ما تاكل جملي واملي. طبعا كل اللي انتوا شايفينهم دول خلاص مش قادرين يعملوا اي حاجه تاني، وكلهم رجلوا. النهارده هيواجهوا هوا وش ان شاء الله، وانتوا يعني شايفين الهوا النهارده، بيقولوا ان هوا وش ربنا. فاجئت الفيديو يا جماعه، كابتن دانيال تعمل ايه؟ احنا حضرتك بناخد بيانات عشان نسكن. هنا في الكاميرا. ايوه، اقول ايه؟ نعمل كده حاجه سليمه. شرب على الاخبار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الله سمارت من امام كاميرا التليفون. والنهارده سفريه جديده، هنروح الفيوم بعد 6 شهور غياب عن السفريات وعن العجله وعن الترحال بسبب الجامعه بقى والثانويه العامه والحاجات دي. هتشوفوا سفريه حلوه، الحدث رقم 100 المشوار. النهارده السفريه رقم 100 لينا، فريق مشوار. بصوا بقى، احنا هنا وصلنا الرمايه، رحاله كلهم موجودين، ناس من دراجو سوهاج، دراجو اسكندريه، باش لافرز كابتن ماهر جاي من كابتن نور المصري. ايوه انا دراجو شيكو لايف ده اللي انا يعني مجمعين مصر في 1000 ميدان رماية بالاخر. برضه هيتسرق دلوقتي، مش هيتسرق ولا حاجه، هنجري وراها. اول 12 كيلو ومش قادر خلاص، فانهار سمارت بينهار. طبعا القعده 6 شهور اللي فاتوا دول ضيعوا مستوايا خالص. الطريق منور زي ما انتم شايفين كده في الاول، بس استنى بس نقطع عامل ازاي. شايفين الطب بيكسر اي حاجه ده، واللي جاي كله ظلام. سلمك يا كابتن بدوي بعد طول غياب حبيبي. هو ده اللي دقني الدقه دي، حصل منك لله. انا اللي دبست منك لله حبيبي. يا كابتن بدوي من قلب العاصمه ايه موسكو. احنا متجمدين يا جدعان على الكابتن. كابتن ماهر تحب تقول حاجه للجماعه؟ الساعه مخليها مش مجمع اصلا. انا عضلات ما فيش، جو صعب صعب وصعب العقل، بس انا مستمتع بالجو. لكن الناس اللي بتحب الشتاء بتحب فيه ايه بس؟ انا مستمتع بالجو لكن المستوى البدني مفيش، انا ضايع. يا كابتن سمارت عامل انت مش يا حكيم. صباح الفل يا حكيم. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الفل يا سمارت. صباح الله على السلامه. جو جميل ومنعش ومطر ومطر وحاجه اخر دلع. اخر هو ده يعني الطريق عمل معايا الصح مع اول رجوع ليا بعد طول الغياب. اجيب بقى شويه حاجات اكلها كده واشرب في بلاك من غير سكر عشان يعملوا معايا اي حاجه على الطريق، لان انا مش حاسس باي حاجه. سمارت بينار. بصوا بصوا جوه ده دي الثانية اهي، عشان بس ايه الاثنين جنب بعض بس بعدين بس. هي بيحاول يحس بأي طعم بأي حاجة في النص التحتاني ده، مش حاسس بيه يعني. هو ماشي بالجزء اللي فوق بس، اللي تحت ده مش موجود. حد جاي فوقي؟ حد جاي فوقي؟ السلام عليكم. لا يا عم انا بقول لك عجلتك في الجو ده.
بعد كده بقى قافل، وبعد ما قافل البوابه وبعد كده بقى بننزل على اسمه ايه ده، على طبعا نانسي مرميه اهي عشان تعمل كده. انا نويت اطلع خلاص. نويت تطلع؟ انا نويت اتحرك. انا معاك يا ولدي. انا بس هجي. طبعا احنا اخر ناس في المجموعه كلها. بنزيما هنا جو تلج، درجه الحراره 7 تقريبا، جو تلج. احنا مش قادرين نتحرك من كتر التلج، بس خلاص مش هينفع نقعد اكتر من كده. الراجل ده بقى اللي هنا في ال ايه الاخبار؟ كله تمام. هنا فين بالظبط؟ هنا لا كيلو، لا احنا بنزيما تصفيط الغرب، داخل تصفيط الغرب. داخل تصفيط الغرب تمام. انت قاعد هنا متلج؟ اه ولع. عايش مع الهواء صعب بطريقه غبيه، يعني الواحد لو ما مسكش نفسه هو واقف ممكن يقع. انا ماشي يعني السرعه القصوى عندي 5 كيلو في الساعه. الهواء صعب قوي. كابتن سامي هو ورا، حكيم اخر واحد على الطريق، في جماعه هناك اهم. بس كده زي ما انتم شايفين شويه مطر كده، حاجات بسيطه شوية تسكت والهواء جديد. ربنا يعيننا بقى على المشوار ده. يعني يوم ما ارجع بعد الغياب ده كله تبقى السفرية كده. تحب تقول يا كابتن بدر الجو ده والامطار الغزيرة والاجواء الشتوية الرهيبة؟ كنافة كنافة، جو ربيع والدنيا بديع. سلم لي على كل المواضيع. انا مش عارف انتوا شايفين ولا ايه، بس احنا بنغرق. احنا بنغرق. قلت لك ان نرجع القاهره، هو ده خلص ازاي في القاهره وناخد العربيه بتاعتك. فكرة زي الفل. يلا كابتن سامي. ايوه تفضل تعال اغرق معانا. بنتحرك سيرا على الاقدام، سيرا على الاقدام بسبب المطلع، مطلع شديد والهواء شديد، مش قادرين نسوق خلاص. كلنا يعني كلنا ماشيين نحو المصر، كلنا ماشيين. شغال احنا هنموت من الجوع. انا طبعا ما يفوتنيش حاجه زي كده، فراخ شيش طاووق ورز بسمتي. ده اعلان بقى برضه بقى. ودوق وجرب قبل ما تاكل. جملي هو املي. جميل والله، بسم الله ما شاء الله، كل حاجه واخده حقها بجد. زي الفل. عشان تبقوا عارفين بس جيم سمارت، يعني انا لو كده بس برضه معروف عن صدور الفراخ انها بتقفل طعم واصل لفين الفرخه من جوه. ايه الشغل؟ ايه اسم تعديل الشغل؟ احنا فين دلوقتي يا سمارت؟ خلاص انا كنت باكل من العجل وانا ماشي. كابتن ماهر بعديك. كابتن ماهر طبعا كل اللي انتوا شايفينهم دول خلاص
مش قادرين يعملوا اي حاجه تاني وكلهم رجلوا. بص عربيه نص مالي محمله رجاله اهي وعجل والدنيا زي الفل. شايف يا قائد؟ صوت وصوره اهو شايف؟ هجيبهم لك دلوقتي واحد واحد عشان بس البلوكات يبقى سيبها لنا. وصلنا البوابات اخيرا الحمد لله. طبعا مطور عمل الجو ده في الظروف دي في المطره دي في الهواء ده يعني عملوا مجهود النهارده جامد قوي. وانا برضو عملت مجهود يعني مش هم. كابتن سامي مظبطنا موز وبرتقال وتمر كمان وحاجات حلوه كده صح حصل كابتن سامي؟ السلام عليك يا كابتن سامي. بهدلها زي ما بتبهدلني هرميها على الطرقات. واخيرا وصلنا وصلنا فين؟ واحد نايم هنا. بدنا نهار يا جماعه بدنا نهار. يا رجاله عاش يا رجاله الناس اللي وصلت بدري. عاش يا رجاله. ريح انت يا عمر. سبنسة؟ ده أنا سبنسة السبنسة. ايه الأخبار؟ نورينا يا شباب. ايه الأخبار يا رجالس؟ تمام؟ وصلنا امتى على الغداء؟ ايه ده؟ يا ميجو يا رب انا مستنيك نمشي سوا يا ابني. يا عم نمشي سوا مين ده؟ انا كحيان. يلا يلا لسه واصل. ايوه يلا خلاص نتحرك. ماشي اتحركوا انا مالي. تحبوا تقولوا ايه للمربطة اللي احنا اتمربطناها؟ احلى مربطه مع مشوار. مشوار ملك المربطه. يا قائد حبيبي يا سمار. يا قائد بص بص درجه الحدث المئوي للكيان وهنتكلم في الامسيه ان شاء الله. منور يا قائد. وحشنا الله يا قائد. حبيبي يا سمار انت اللي وحشنا والله. الله يخليك. ايه يا عم الجامعه خليتك مننا؟ الجامعه ايه بس وغيرتك؟ ولا غيرتني ولا اي حاجه. اهلا بكل اللي شرفونا النهارده. النهارده الحدث المئوي او الحدث الذهبي زي ما بنسميه لمشوار النهارده ان شاء الله عز وجل سميناه او اسمه 360 درجه لان هو الحدث دوت بيضاهي او اسمها بايه؟ بيضاهي او زيه بالظبط او كوبي بيست او تبك الاصل من الحدث الاول للترحال من 5 سنين 4 فبراير 2017 احنا قلنا هنعمل حدث ترحال. اول حدث ترحال جماعي كان عددنا حوالي 100 واحد وطلعنا ووصلنا نفس المكان اللي رايحينه. فالمكان هو هو والوقت هو هو والاكل هو هو والشرب هو هو والمطعم هو هو ان شاء الله عز وجل والامسيه هي هي شهادة التقدير هي هي والمشقه هي هي. ولا المره الاولانيه كانت اسهل تخيل رغم ان ما كانش فيه حد بس كانت اسهل نسبه وتناسب بقى. يعني المره اللي فاتت كانت اسهل الظروف كانت اسهل حقيقي لكن اللياقه والاداء والخبره حقيقي
كانت مختلفه. النهارده اللياقه النهارده هيواجهوا هوا وش. ان شاء الله. وانتوا يعني شايفين الهوا النهارده بيقولوا ان هوا وش. ربنا وش يا ارصاد. احنا في ال20 كيلو اللي فاتوا اللي احنا جايين من كان الهوا بهدلنا هوا فالجو النهارده. الجو النهارده ملخبط. فان شاء الله عايز اقول احنا يهمنا ان احنا نوصل بسلام. دايما هنقول الكلمتين اللي احنا بنقولهم يمكن زهقتوا منهم على الفيديوهات بتاعتي. احنا يهمنا اللي يهمنا ان احنا كلنا نوصل بسلام ونرجع بسلام. لا بنطلع نتنافس ولا بنستعرض على بعض ولا بنقول ان احنا انا احسن ولا انا اكبر. بنمشي على يمين الطريق وبنمشي براحتنا بنستمتع بالطريق. عايز تقف تصور اقف، عايز تقف تاكل اقف. دايما بتلاقيني انا اخر واحد، ولو ما تجيش اخر واحد بتلاقي حد من راحات مشوار التقال اخر واحد بيتكلف المهمه دي. فاحنا على طول في ظهرك وعلى طول معاك ان شاء الله عز وجل. هنتحرك النهارده، عايزين نستعرف نوصل نفطر هناك ونكمل البروجرام، وفي بالليل امسيه مشوار. اختصارا عشان الوقت هنقول دعاء السفر، وبنرحب طبعا هنرحب تاني وتالت ورابع بالناس كلها. سعيد جدا باللي حصل النهارده معانا من كل محافظات مصر او غالبيه محافظات مشوار جيت مصر. حاجه كبيره قوي عندي ان شاء الله. لا كلهم، انا خايف اقول حد انسى حد. فهنقول من كل الاطياف هنقول الكلام ده كله في الاوكسين ان شاء الله عز وجل. ودلوقتي حكيم الكيان كابتن سامي هيقول دعاء السفر وهننطلق ان شاء الله عز وجل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده واطوي عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل والخليفة في الاهل. اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الاهل والمال وسوء المنقلب في الأهل والمال. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مفاجأة الفيديو يا جماعة، كابتن دانيال دانيال هشام منور يا كابتن. Reality, heart.
نزلت على العجله كده وشايف الحدث رقم 100 في المشوار بعد التعب ومجهود السنين دي كلها. لقينا نوصل بالسلامه مكاننا. هي الظروف حكمت بكده بقى اعمل ايه يعني اعمل ايه؟ هي الظروف حكمت بكده اللي انتوا شايفينه ده اللي انتوا شايفينه ده بصوا يعني حتى دماغي مش مظبوط واقفين هنا عند طريق قارون طريقنا لقرية شكشوك نتصور مع المنظر الجميل ده يا قايد وصلنا للفندق الساعة دلوقتي 2 تقريبا احنا اخر الناس وصلنا الفندق مش عارف والله كابتن بدوي طبعا مرهقين وتعبانين كالعادة مهما كان المشوار صعب ايوه مجرد ما بنوصل نتجمع كلنا بنطمن على بعض بنحس ان احنا ما عملناش حاجة وممكن نطلع نكمل تاني ان شاء الله هذا من فضل ربنا السلام عليكم انا مش هعمل اي حاجه تاني خلاص كده انا هطلع نام الفندق طبعا جميل حاجه حلوه يعني ودي نقطه النهايه فطار مشوار بعد الوصول يا كوتش يا جماعه انتوا سافتوا الفطار ولا ايه؟ سافتوا الفطار ولا ايه؟ فين الاكل؟ اللي وصل من طول فين الاكل؟ عبقرينو سايب الحاجات بتاعتك مرميه بره ايه ده انت مسحت الاكل طب جدع صورت بص الراجل ده لسه ما خلصش عليا بص انا باكل باكل بالراحه انت مش جعان ولا ايه يا عم باكل بالراحه والله مرحب مرحب راجل وزواج مرحب شوف النجا صورين والله الوحشه تعمل ايه يا كاي احنا حضرتك بناخد بيانات عشان ساكت وبعدين وبعد كده فطرنا وهنسكت تقعدوا قد ايه يا قائد بكره هنمشي بكره الساعه 11 ان شاء الله عز وجل بس انت 11 بس شيل الصوت شيل بتاع الساعه 11 هتيجي 11 الساعه فيديو جاي
تعالى دانيال قول لنا كلمه كده في اقول لكم ايه. بص فين هنا في الكاميرا هنا. ماشي ابويا اقول ايه؟ ايوه والله انا يعني عايز اتبسط عشان ما اتبسطتش في الطريق صراحة. الجو بقى كان ساعة وانا ما بحبش الساعة وقصة كبيرة كان ساعتك. فهو دوره بقى على أساس مارك وانا هو هيبسطنا ان شاء الله ولا يا سامروتي ان شاء الله ده احنا هنخربها النهارده. كابتن مدى وحقيقة حبيبي عامل يا حبيبي. يا طروق اخبارك يا ولد؟ انت بتظبط الحاجات دي؟ انا بنزل بالترايبود. نعمل كده حاجه سهله اهو. هلو كاميرا سمول. بص انا ظاهر في الجديد بس انا هاخده منه هسرقه سرقه قبل ما الحمد. يا طاري انت عارف انت مروق عليه. محدش يوزع انا اللي هوزع لك. لو طلع وحش يا شيف سمارت هحاسبك انت. شيل النطاق دوق قبل ما غير مسؤول. نورين يا جماعه نورين حبيبي حبيبي جبت ممكن نعرف بعد ما حضرتك تتذوق رايك وعلى الملا. الراجل ده خطاط يا جماعه هو اللي
ضمن الشارات كلها. شرف ليا مشاركة في الإيفنت. سمع على الشارات. خطوط مشوار. مش خط عادي. ده بص كمان في زخرفة. امسك كده الشارة وريها للناس يا طارق. طارق امسك الشارة كده وريها للناس. بص بص بص. امسكها. طبعا القائم كعادته لازم الناس كلها تاخد اكلها وتاخد اكلها وانت كحسين وبعد كده بيقعد ياكل.